درهم. دقيقة موجود. خليني وجه تحية كمان لأصدقائنا اللي معنا على السمع، كل اللي انضموا لنا، كل اللي بيحبوا المسابقات، مش بس بسالة صيامك في مسابقة، نحن مسابقتنا بآخر ساعة من البرنامج، مش هاي الساعة، الساعة الأخيرة، في 1000 ريال سعودي من نصيب أحد المستمعين يوميا، 3 أو 4 خميس في 1000 ريال سعودي من نصيب المستمعين اللي بيحذروا أو بيوقفوا معي أو مع فارس، إذا أنا كنت صح أو هو غلط، إذا غلط صح، هلا نحن حنختار مين صح ومين غلط، وأنت إحساسك شو بيقول لك، أوكي؟ معتملك يا جماعة. 0112689122 رقم التليفون للمشاركة، عقمته؟ أيوة بقول لك عقمته. ما ضل إلا تشرب التعقيم صراحة. لا يا شيخ. لا خلص يعني. عرفتني صراحة. جاهزة؟ إيه جاهزة يلا. شفت السؤال. شفت السؤال. أنت تفهمي ممكن الشغلات هذه، عشان كذا. يعني من كثر مسلسلات ما شاء الله. ايه قول يلا. جاهزة؟ انت دلة ولا درهم؟ شفيكي دلة. دلة؟ ايه يلا. الدلال ما تجي الا مين؟ شو طلعت؟ اوكي درهم قول. صح. بتقول صح؟ يعني انا غلط. انت من امبارح هيك عامل فيني. طيب ماشي. والله التلميح، انا اعرف سيلفا يا جماعه لما هي ايش تبغى. ايه؟ والله اعرف. ايه؟ من غير ما تتكلم. شوف وجهها بالله، طل الكاميرا طل. شوف الشعر وقف. خلاص انا شعر اليوم اصلا ما نكونش معلي خلق مشطه. ات كلمه تركيه ومعناها باللغه العربيه الحصان او الفرس. اي طبعا واضح، ما احتاج اني افسر. خلاص شو بتقول؟ صح انا قايل صح. كيف صح حبيبي؟ انتهى يعني. انت بتعرف تركي؟ لا. ها بعرف عربي بس. هي كلمة تركية معناها بالعربية حصان او فرس. دقيقة نسألك سؤال. احنا كم لنا في المسابقة هذه؟ هيدا ثاني اسبوع. ايه ثاني اسبوع. في ذمتك انت في مرة قلتي غلط وانت دارية او قلتي صح وانت دارية؟ لا خلاص انا قاعد اقول لك صح. وانا عم بقول لك غلط. خلينا نشوف المستمعين مع مين اليوم معي.